حقيقة إحنا من اليوم الأول ما بدأ الحديث عن موضوع كورونا وهذه الموجة لهذا الفيروس المستجد اعتمدنا مبدأ خطة متدحرجة، بدأنا من الأشياء الأبسط حسب ما كان يرد إلينا من زملائنا ومن المنظمات والمؤسسات اللي إحنا بيننا وبينهم تعاون على مستوى العالمي، بدينا نتعلم من تجارب لأن هذا الفيروس جديد علينا كلنا ونحن كلنا نتعلم من ما يحدث. لذلك ابتدأنا أولا بخطة تعتمد على عدة أسس. حاولنا قدر الإمكان بالأول أنه نوقف مؤقتا المرضى الذين يأتون من الدول التي كانت يوم الأيام عندها حالات، ثم لم نكتفي بذلك، الآن توقفنا بصورة كاملة عن استقبال أي مريض من خارج الأردن، وإن كان هنالك مريض من مرضانا وضمن للضرورة القصوى هنالك إجراءات وبروتوكول لازم يكون. تأكدنا من وجود المستهلكات الطبية والأدوية اللي تخدمنا لفترة طويلة ألا ينقطع مرضانا، ثم انتقلنا المرحلة اللي بعدها من تخفيف عدد المراجعين والمرضى اللي ما في ضرورة يجوا للمركز. يعني أعطيك بعض الأمثلة، إحنا يجينا باليوم عشرات أو مئات الوصفات الطبية المزمنة اللي ما في داعي ينشاف المريض بالعيادات، الآن سيتم إرسال هذه الأدوية إلى المرضى في بيوتهم من خلال الاتفاق مع إحدى الشركات. مراجعينا اللي بيجوا عشان بعض الأمور الورقية اللي ما في داعي يكونوا موجودين، اتفقنا مع الديوان الملكي العامر لن يكون ضروري يجوا على المركز لتجديد الإعفاءات، سنقوم نحن من خلال بريد خاص بيننا وبين الديوان الملكي بتجديد إعفاءاتهم. منعنا الآن التجمعات وحتى الاجتماعات، الآن معظم اجتماعاتنا ستجرى اعتبارا من اليوم ضمن إما مجموعات على التطبيقات أو من خلال سكايبي أو من خلال دوائر تلفزيونية مغلقة بالمركز. أوقفنا استقبال كل المتدربين، منعنا الزيارات، الآن لن يكون بمقدور المريض أن يكون عنده عدد كبير من الزوار، سيختار المريض مرافق واحد على أن يكون هذا نتأكد أنه صحيح وغير مصاب ما عنده أي مشاكل فيكون معه، أما الزيارات ستمنع. غيرنا نظام الطوارئ عندنا بالمركز، سيكون هنالك على مدخل الطوارئ أسئلة معينة تسأل المريض القادم، وإذا كان هنالك أي أدنى شك سيأخذ هذا المريض إلى طابق معين، نصف طابق خصصناه الآن للعزل بحيث أنه لا يختلط بالمرضى الآخرين ما لم يثبت أنه عملنا له التست وتأكدنا أنه ما عنده شيء. هذه ليست كل شيء، الآن طلبنا برضو من الأقسام يكون عندهم كلهم بروتوكولات فيما لو اضطرينا نعمل عملية مثلا لمريض لا سمح الله عنده كورونا، استخرجنا البروتوكولات العالمية وستتبع. أنا برأيي هذه ليست خطة جامدة، إنما هي خطة تتطور مع تطور المرض، وكل ما كان هنالك أخبار جديدة أو أي ميجرز جديدة موجودة بأي مكان بالعالم إحنا سنتقدم فيها. دكتور عاصم، بالحديث عن مركز الحسين للسرطان حيث نعلم جميعا بأن هذا المركز يأتي إليه مراجعين من مختلف محافظات المملكة، كما أنه يكون هناك مراجعين من دول شقيقة وصديقة، الإجراءات الوقائية التي ستتخذوها بحق هؤلاء المراجعين والمرضى الذين يأتون من دول سجلت حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد؟ يعني إحنا نوازن هون ما بين تقديم الخدمة لمرضانا وبنفس الوقت حمايتهم. لذلك إحنا القرار اللي اتخذ الآن، نحن أوقفنا بصورة نهائية الآن استقبال أي مرضى من أي دولة خارج الأردن. حتى المريض الأردني المقيم برا إذا أجانا سيطبق عليه العزل لمدة 14 يوم في بيته ويجرى الفحص قبل أن يأتي إلى المستشفى. لكن كي لا نترك هؤلاء المرضى والأشقاء اللي هم مرضانا، إحنا سنتم الاتفاق مع مؤسسات طبية في بلادهم تجرى لهم الفحوصات إذا تم فحص مخبري أو شعاعي أو فحص سريري، وسيقوم الطبيب أو الفريق بمركز الحسين للسرطان بالتواصل مع طبيبه في بلده لإعطائه النصح قدر الإمكان. الآن هذه يعني خطوة. إذا بالنسبة للمرضى اللي لازم يكون يتحتم وجودهم بالأردن وكانوا بالأردن موجودين، سيطبق عليهم قوانين وزارة الصحة الأردنية بحيث أنهم يعزلوا ثم يجرى الفحص ولا يأتوا ولا يراجعوا إلى المركز ما لم نكن متأكدين 100% أنه ما في عندهم أي إصابة. طيب دكتور عاصم، تابعنا منذ يومين تقريبا منشور لك عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحدثت فيه، وأنا أقتبس هنا، أنه من المبكر جدا الإعلان والخطير أيضا الإعلان عن أردن خالي من فيروس كورونا المستجد. ما الذي دفع الدكتور عاصم منصور لكتابة مثل هذا المنشور؟
والله هو تحذير من حالة الاسترخاء اللي أنا بديت أشهدها. يعني وزارة الصحة مشكورة لما تعلن وأعلنت أنه إحنا كان عندنا حالة واحدة وأشفيت، وهم صادقون لأن هذه الحالة الوحيدة المثبتة مخبريا. لكن نحن تلقينا كشعب، إحنا بطبيعتنا البشرية نحب الأخبار الجيدة حتى لو ما كانت تمثل الحقيقة كاملة، فأخذوها أنه إحنا الحمد لله الدنيا عندنا قمرة وما في مشكلة ونقدر نرجع لحياتنا ونبدأ نتراخى باتخاذ ميجرز تحمينا من هذا الفيروس. لذلك أنا أطلقتها صرخة، لا يا عمي، إحنا صح وزارة الصحة عندها حالة مثبتة، لكن هل نحن ضامنون أنه ما في ولا حالات غير مثبتة؟ أنا برأيي الشاب الذي شخص بكورونا وكان قادم من إيطاليا، الضجة التي عملت عليه واختراق خصوصيته، أصبحنا كأننا عايشين معه بالبيت، نعرف عيلته، نعرف كذا، وهذا غير مقبول، خلى نوع من الاستجمة، نوع من الوصمة منعت كثير من الناس، وهذا رأي شخصي، أن يذهبوا ويعملوا الفحص. أنا هذا خوفي كان، يا ناس ما تسترقوا، يا ناس لازم إحنا نتخذ كل الميجرز اللي تحمينا. أنا برأيي فيروس كورونا أو أي جائحة زيه هو كحريق في غابة على حدود عدة دول. إذا أنا قاومت الحريق ببلدي ما لازم أرتاح وأقول أنا مبسوط، النار مش عندي مولعة، مولعة بالبلد الثانية. ما أنا هذه الشرر رح يطاير يوم من الأيام لا سمح الله، وإن شاء الله إنه ما يصير، من هذا البلد اللي عندي، وساعتها أنا ما رح أكون قادر أحمي حالي. هذه جائحة، جائحة معناها تشمل مساحة جغرافية كبيرة، ووجودها وبؤرتها الآن اقتربت منا بأوروبا، يجعلنا لازم نكون حذرين جدا في مجال الاحتفال إن شاء الله مستقبلا، لكن الآن مش وقت الاحتفالات، أنا برأيي وقت العمل. وهناك قاعدة رئيسية ومهمة جدا في مقاومة الأوبئة، هي أن نعد للأسوأ لكن ندعو الله أن يكون الأفضل، لذلك هناك تكون نتائج. لكن إذا أعددنا للأفضل وأحسن سيناريو رح نجي الآن لوضع صعب جدا. إيطاليا من النظم الصحية اللي عندهم النظم الصحية الممتازة، لكنهم الآن لا يستطيعون أن يقوموا بدورهم كامل نحو مرضاهم، الكوادر غير كافية، الأجهزة غير كافية عندهم، الأسرة غير كافية. هل باقي الدول مختلفة عن إيطاليا؟ أنا لا أظن ذلك. أي استرخاء الآن، الصيحات اللي بتجينا من إيطاليا من الصين، امبارح أعلن ماكرون بفرنسا أنه إحنا فشلنا شعبيا وفشلنا حكوميا، إسبانيا امبارح أعلنت أنه إحنا لم ننجح. فلذلك لا يجوز أنه كل الدول تحذر من الارتفاع وتحذر من القادم وإحنا نسترخي ونقول لا، إحنا والله ما الأمور عندنا كويسة، لازم نكون على أهبة الاستعداد، نحضر لما هو أسوأ ونتمنى ما هو أفضل. طيب دكتور عاصم، بمنظور طبي، ما هو أسوأ السيناريوهات التي من الممكن حدوثها إذا ما أتمنى جانب فيروس كورونا المستجد واستهترنا إذا جاز التعبير بالتعامل معه؟ صحيح، أنا مبارح اطلعت على منحنيات الإصابة بمعظم الدول اللي عندها الآن إصابات عالية من كورونا. الملاحظة وهي يعني شاملة لكل هذه الدول ومشتركة بينها، إنه الفيروس يبقى قليل، يبقى كأنه اللي بيسموه البلاتو، يعني المنحنى غير عالي، ثم فجأة يبدأ المنحنى بالتصاعد بطريقة انشطارية، بطريقة كبيرة جدا، لا يبدأ بالتدريج. وهنا المشكلة، هو ليش العزل الاجتماعي الآن اللي بنحكي عنه إحنا عنا بالأردن، بيحكوا عنه كثير من الدول. إحنا مش بدنا نمنع فيروس كورونا، إحنا بدنا نبطئ ونؤجل قدومه كي لا تتفاجأ فيه أو لا يتفاجأ فيه النظام الصحي اللي موجود عندنا. إذا بدأ هذا الفيروس لا سمح الله بالتزايد، سيبدأ بالتزايد السريع، وعندها هون الخطورة. إحنا بنعرف أنه 80%، يعني 80 من كل 100 مريض من مرضى كورونا سيعالجوا بالبيت كأنها إنفلونزا موسمية، ما في شيء. مشكلتنا بمين؟ مشكلتنا بالعشرين اللي بقوا وبالخمسة أو أربعة اللي من العشرين اللي رح يدخلوا عناية مركزة. هل لدينا أسرة عناية مركزة كافية؟ هل لدينا أجهزة تنفس كافية؟ هل لدينا اختصاصيو عناية مركزة كافيين؟ هذه الأسئلة اللي لازم تطرح. أنا برأيي الخطورة ليس من 80 مريض اللي سيصابوا إصابات بسيطة، هؤلاء سيعالجوا بالبيت وما عندنا مشكلة فيهم. رح تكون المشكلة بقدرة النظام الصحي الأردني أو أي نظام صحي دولي على التعامل مع المرضى اللي بدهم ميجرز أعلى من هيك، اللي بدهم جهاز تنفس، بدهم جهاز غسيل كلى وإلى غير ذلك.